بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يسرنا ويسعدنا أن نستقبل في برنامج نافذة بعيون مهاجرة، البرنامج الذي يهتم بالفنانين تحت عنوان دردشة مع فنان الأستاذ المقتدر سيدي حسن حميما. هذا الفنان العازف الماهر الذي ترك بصمة جميلة في مدينة العرائش، حيث قدم الكثير في المجال الفني لهذه المدينة. رجل متميز بخلقه وعفافه، يحسن صنعة الإبداع الفني ويتميز بحس موسيقي مميز. يحتوي برنامج النافذة بعيون المهاجرة على عدة فقرات متنوعة، ومن بينها دردشة مع فنان تحت الإشراف العام للأخ الأستاذ المقتدر سيدي عبد العالي الهمداني. هذا البرنامج يتناول قضايا متعددة في جميع المجالات، منها الاجتماعية والسياسية والرياضية، ونحن بدورنا كفنانين ننضوي تحت هذا البرنامج، ونريد من خلاله تكريم وتشريف العديد من الشخصيات التي وضعت بصمتها في أوساط ومجالات فنية متنوعة. نستضيف في هذا اللقاء كما ذكرنا سابقا الأخ حسن حميمن، والذي من خلاله سنحاول أن نفتح ملفا حول حياته الفنية لنقرب لمتابعين نبذة تاريخية لهذا الفنان الجميل. فمرحبا بكم. أنا لن أعود، السلام عليكم. عليكم السلام. أخواني وأخواتي في كل مكان، أصدقاء برنامج أمسية فنية أو دردشة فنية مع فنان، هو في إطار وداخل يعني تحت البرنامج الكبير نافذة بعيون مهاجرة تحت إشراف الأخ عبد العالي الهمداني
والإخراج ديال الأخت سناء مريم الزمان. يعني في هذه الحلقة هذه كنستضيف واحد الفنان يعني غني عن التعريف، كيعرفوه العايشين بزاف بزاف بزاف، وانا كنعرفو بزاف لان الصديق ديالي منذ البدايه ديالي في الميدان الموسيقي، يعني صديق ديالي عزيز عليا ومحبوب عند الجميع. سي حسن حميمان يعني عازف عود، عازف كلارينيت، يعني الصوت، يعني مغني كذلك لانه كان كيشارك في الحفلات معنا وكيؤدي يعني الوصلات الغنائيه ديالو في الحفلات اللي كنا كنقوموا بها. فمرحبا بالشي حسن حميم معنا هذا اليوم هذه الحلقه هذه. والسي عادل صديقي العزيز يعني اللي كي يعني يكون يعني معايا دائما في اي حلقات، وكان نشهدوا انا وياه باش نتصلوا بفنانين يعني مغاربه عريشيين ونديروا معهم محادثه لتواصل في هذا البرنامج هذه. مرحبا بكم، مرحبا بالسي حاتم. يا اهلا وسهلا، شكركم اخاي، كنشكركم ومزيان اللي كديروا هذه البديله، راه ما كاينش بزاف اللي كيدير هذه المسائل هذه، بديله حسنه، كتعرفوا بالانسان ديال ولد البلاد وتعرفوا وتعرفوا بالانسان شنو دوازه ولا اللي كيدوازه ولا فهمتيني. شكرا شكرا على البرنامج. سي حسن، يعني هذا حنايا في هذا البرنامج هذه كنكونوا يعني كنتكلموا فيه يعني على الحياه الفنيه ديال اي واحد، وبغينا نعرفوا يعني البدايه ديالك يعني في هذا الميدان الموسيقي، يعني كيفاش بديتي، كيفاش يعني اندمجتي في الفرقه ديال المعهد الموسيقي في ايام بن الشرادي الى اخره. المهم بغينا نعرفوا منك يعني البدايه ديالك. ما مالك شي كان بحال معطي شي طفوليه، كنت مشيت تسجل في المدرسه، قال المعهد، قال واش كيضربوا واش كيحملوا بحال المدرسه، قال لا لا قلت ايوا دخلت مسجل من الترومبيطه واحد الوقت، وصلت بيا النيبو ديال التروازيام، كنخرجوا بديك الايام العيد العار الترومبيطه وديك فهمتيني، اللي كان ديك العيون عيني ديك الساعات كنت كامل فهمتيني. نعم ديال هذاك هو بقيت كنضرب وديت العود، العود ما تفرقتش عليه، وديت كمان عاوتاني طران ثلاث سنين، عاوتاني عملت الباتري، قلت خصني تكون موسيقي، لابد الايقاع والصمت وكل شيء باش نصبر واحد، وبقيت كندير كلارينات عاوتاني، كندير مع الجواب الاندلسي الشعبي كذا. بعد مشيت على برا وبعد وجيت وعملت الموسيقى، كملت في المعهد نورمال، كان وصلت واحد النيفو ديال الخمسه القديمه، والاستاذ قال لك ما يتسقل من العريش يمشي بحالو، الاستاذ اللي كان كيدرس العود من الدار البيضاء، اول واحد اللي كان كيدرس في العريش من كاسر علمي، مي مشى عملت انا، اما اللي كانوا كيدرسوا قبل مني والاندلسي ماشي علمي، انا كنت كندرس علمي دوري مي باسو لا سي دو الناس. نعم نعم الفيس نعم كندير، بقيت كندير حتى لواحد الوقت قال انا نعطي بحال ديك التعبيقه، نعمر بقيت نخلص في الصاريه بحال التعبيقه، قلت ديك 70 فرن في الشهر وفوقاش كتجي تطيح الشهر عادي خلصت وزارة الثقافة، وحنا مع لابد كنا كنمشيو الحفلات نعاونو حفلات والعيد عرسات وعياد وطنية وصحابنا وكنا هكذا دوزنا المرحلة حتى لواحد الوقت ملي خرج الموسيقى اللي خرج بها رحمه الله الشرادي سهرة كانت تلبسها ملي دخلت العمالة قال سهرة أنا بعود بوحديتي وعمل هو العود، عمل لورغانو ولدو كان كيدرس عندي تان سانتيام، ولدو هشام هاو مدير مشي عند تما فوسط فوسط هذاك أبيني تعطي مشيت بحالي كيفاش انا بوحدي بالعود، ومشان دائما كنضرب العود بواحد عملت هنا وبدات كيضرب هذا الاورغان والعود تعملوا اللورا وبينك الموسيقى. المهم تما كان وجاب الله مشيت على برا، وخمشيت على برا ضربت بديت غسلت وجهي شويه في لندن لبسين ونص عندي الاله، ديت بارت اله
ماشي مشي تعال نخدم باش ندير هاد الفلوس باش نجمع نو كندرس كناكل وكندير وكندير بحق الفن لابد. عندي قطعة لندن ب 489 لندن ب 489 يعني ماشي الخدمة وعندي واحد السوايع اللي كنخدم قبل هذاك فلوس الجار دا عملت مشيت ندار بالليلة وداك لندن ب 489 وديك 89 كانت 29 رمضان بسم الله والحمد لله على هذا اليوم وما أديت به جولة جميلة وفي هدوء تام. أنا قلت لك واخا نمشي فين نمشي فلوس ما كنديرش بهم الفلوس دابا أنا ما كنخدم الفلوس لأن اللي دار فلوس والعمل هذاك مشى عملنا وكلين كانت فيه اللهم لك الحمد. المهم أنا لابد خصني تجديد واخا نغني شنو ندير ونسمع شنو ما بغيت بقينا كنخرفش ونرسم مي جيت من هذيك اللي بقيت كنرسم شويه راه هذا اما اسمع عارض ما كاينه منهم والو هاد المعارض درت هنايا في البنك الاسبانيولي قدام بلديه والمناد ما يجي عندي يقول لي وراه عندك حظ علاش وما عرضوني قال لك عندك حظ جا الوزير باش يفتح لنا هذا قلت له انا الوزير ما لي يجي في الثقافه تتعب الصنداله ديال الكومه والوالده شاري لي صباط وانا في الصنداله في وسط ابي نداب الكومه ودابا عاد مولي الوزير علاش ما كنبغيوش بعضياتنا فهمتيني الفن كثر فيه اللي يوزي بعضياتو كثر من الكره كثر من شي حاجه اخرى شي كره اللي كاينه بس بعضياتو والموسيقى كانت كثار صار هي البنتوره ولينا يالله عملنا معارض عملت هذا وبيت وصيفطت على برا وبيت وما بعتي وانا ولي كيجي كنعطيه كادو ولي كيجي ما بقيت كنبيع والو عا باش نتعرفوا كما تعرفنا على وجهكم اليوم عا باش نبيبليسيتي. لا انت غني على التعريف سي حسن لا لا يعني لان انت من الموسيقيين الاوليين يعني في مدينه العرائش من بعد الرابطه لان الرابطه عندها تاريخ فهمتي لكن منذ بدايه يعني المعهد الموسيقي وفتح معهد الموسيقي مدينه العرائش يعني انت كنت من الاوائل اللي كنت دخلتي لهم الى جانب حسن الحمداني خليل يعني خليل المراد فرجي شعال يعني كانوا اسماء كبيره انت كنت ضمنهم منهم اخي كنا كنديروا كل شيء وكنا فرد واحد ماشي كل واحد بوحدي وانت كنت عاود كنت فرد يعني فرد يعني رسمي يعني في الفرقه ديال المعهد الموسيقي لا في الفرقه اللي تابعه لدريش الراديه ديال السيمفونيه ولا الفرقه اللي كنا مكونينها حنايا مع عرفتي الشرقي باشيت فهمتيني حتى الغربي كان كيدير معاه كرم كان كيعطيني خرشاشات تشين تشين والله العظيم ولا اله الا الله فهمتيني لا اله الا الله ما كاين انت كنت عضو يعني نشيط بزاف في الميدان الموسيقي انا عندي واحد الثمانينات يعني كنت يعني واحد عضو نشيط بزاف وانا عندي واحد التصويره صيفطت له وقلت له سي عادي هو صغير قبل ما يدخلوا المدرسه انت عاشرتي السي المكي الله يرحمه الله يرحمه عاشرتي حسن الحريري الله يرحمه يعني عاشرتي الاساتذه الاوليين ديال سميتو وتدير معاه الهبطه ديال الديوان فديك المدة وخا الرابطة قال لي مع لوكيلي كان كيجي السبت وانا كنت كنضرب معاهم كلارينيت مع خال الحاسم الله يرحمه الله يرحمه شول فهمتيني ماشي عن كذابة ولا نخليو السعادة شي تدخل يلا مرحبا لأن السعادة هو فنان يعني عنده معرفه كثيره بالشخصيات والموسيقيين العرائشيين الله يودي هذاك هذاك تيجي على اسطنبول تيجي على اسطنبول الله يحفظك السي حسن انا موجود مساء الخير السي حسن النور وعرف بان انا عندي شي قطعات نعم كنهديهم يغنيهم انسان باش نبان بصوتي نعم باش نبان أنا كنت يعني حقيقة في الاستماع يعني السرد التاريخي ديال حياة السي حسن حميمن يعني كواحد يعني أبناء مدينة العرائش البررة الذين وضعوا يعني بصمة فنية
ويعني مفروض علينا كفاعلين يعني جمعويين وفنانين ان نعترف بالجميع. انا استسمع اعترف بالجميل كما يقول المثل: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أولاً تحية حب وتقدير لكم سي حسن حميمن. الله يحفظك أخي، الله الحمد لله. عادل العمراني يعني فنان متواضع، يعني دوزت أنا في المدرسة يعني مدينة العرائش، قريت في المعهد إلى آخره، نلت النصيب ديالي يعني، ولكن يعني كتبقى يعني أمور كتحرق في القلب. مع كامل الاحترام، علاش هاد الجمعيات والمؤسسات ما كيهتموش بالفنانة اللي يعني وضعوا بصمة ديالهم بالكثير أو بالقليل؟ ويقدر يأخذ ما عنده. الحمد لله كانت المبادرة من خلال يعني الأطر اللي كتواجد معنا في نافذة بعيون مهاجرة. البرنامج كبير، هو يعني متفرع، فهناك الإخوة اللي كيهتموا بالفن، السياسة إلى آخره. نحن يعني بالتجربة المتواضعة كدردشة مع فنان، كنحاولوا دائما نجبدوا نكربشوا في ديك الذاكرة ديال مدينة العرائش الغنية اللي نعرفوا بها الناس ديال خارج داخل الوطن وخارج الوطن، انه يعرفوا بان مدينة العرائش كان عندها مازال عندها تاريخ. دوزت فنان يعني انا باقي صغير وكنت كنتفرج فيك قداسي حسن صغير، باقي يعني كان كيجيب لي الوالد ديالي يعني المراسم د عيد العرش يعني في الحفلات الوطنيه ديال المسيره، درتو حفلات كبيره يعني في ابينيدا، درتوها في المعهد الموسيقي، درتوها في كوليسيو، درتوها في ساحه التحرير، يعني في ساحه بلاصه اسبانيا. كان انا ذاك سيدي احمد التدلاوي مسكين رحمه الله بديك الصوت قديم الاخلاق ديالو، وباقي كنتذكر دوزت واحد المره في الكار دوركم واحد الكاميون ثم كتعزفوا انت كدير الكلارينيت مع الجوك ديال. على العموم هذا الشيء، اولا يعني كما قلت سابقا تحيه حب وتقدير لكم اخي حسن. شكرا لك. انتم يعني اذا نساوكم بعض الناس فانتم لا، احنا بالنسبه لنا باقي انتم بحال دابا فيش عندكم صابرين فيها بحال ديك الاولمبيات كتمشي نعم 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 السي حسن. يا ريت هاد البرنامج يوصل شويه للمسؤولين اللي يعني اللي قائمين بالشان الفني في مدينه عرائش، انهم ولو مره يديروا واحد تكريم، واحد الالتفات الفنان. يعني شكون اللي كيعرف هاد الشيء الا ولاد البلاد اللي دازوا، اللي كيعرف التاريخ، لان اللي ما عندوش التاريخ ما غاديش يعرف شكون حسن حميمن. نعم اخي نعم. فهمتي دابا انت جبدتي ذاكره ديال السيدي المكي التالوني رحمه الله. الله يرحمه. سيدي الحاج مفضل التدلاوي. جبدتي الحاج احمد طاود، جبدتي الحاج محمد طاود. يعني هادو ناس داروا لنا يعني الركائز ديال الطرب الاندلسي، الموسيقى الاندلسيه. الاخ يعني المرحوم سيدري الشرادي، ويعني فاجاتني ملي قلت لي راك قريتي هشام، مع ان هشام اليوم غير هذه الشهاده اللي قلتها السي حميمان. اذا كنت انت قريتي هشام فراك استاذ بمعنى الكلمه، لان استاذ هشام اليوم واقيلا راه كيدير مدير وقيلا فيعني هذا يعني شهاده حق انك يعني مؤطر. الله يودي الله يودي مسكين الله يرحمه. داز بو حسينه، داز مسكين المرحوم نور الدين مسكين الله يرحمه، دازو يعني دابا اخر عبد القادر الحريري. نعم دازو فنانين في المدينه، دازو فنانين كبار. فهمتي نور الدين مسكين المسياح الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. حداوي يعني كان عاود غايه، هذاك الولد كان كيضرب الاله، كان كيدير كلارينات، كيضرب العود، كيضرب الطر، يعني واحد الشيء غريب ديك الفنانه. بيولونسي في الاخر بيولونسي. يا حسن عندي لك واحد السؤال، الله يجازيك بخير. هما يعني السؤال اولا، اعطينا الوجوه اللي عشتي معاها في مدينه العرائش، يعني الحياه الفنيه ديالك، واعطينا بعض المستملحات اللي وقعت لك معاهم. وكسؤال ثاني، كيفاش كتشوف الفن اليوم خاصه في مدينه العرائش وعامه في المغرب كامل؟ وشكرا. تسمع الناس مزيان، انت تسمع الناس، زعما جابت شي حكنا شي مستملحات بحال دابا. يعني سي المكي الله يرحمه مسكين حضرت له الليله ديال العرس ديالو. الله اكبر. وليداتو بدا
نعم هي واش الرادي الزورة وخي مرات الزورة مرات الزورة الله يبي مرات الزورة الله يرحمه مسكين سعيدة معنا حنا في الدار ديالو فين ديوا قدام الحمام الصغير راه كذا 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 وشي الرادي معنا تحت شي شعبية إيلادو اصبر إيلادو قال سي مكي أراكي زاك كيزلاك واقطع قطع حسن خلاص نتحت كور الله يرحمه حريري جالس وانا ندير راسي باش يعني الدار صغيره وكل باش ندوز وعنده ضربه في يده باش يضحك وليدي شي حاجه كنضربو بالعود لي لك حضرت وسعقل على واحد السيد كان في الهندي جماع كبير شحال هضرت يا اخي اكمين الهندي كان جماع كبير نعم 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 سمع بها السي حسن الله يودي كان هو حل الوقت تماك هو اللي قاعد نعم نعم فعلا هو المكلف مكلف جماع ديال سوق صغير اي حق الله العظيم في الدار ديالو سابع وعرس وجنازة في ليلة واحدة لا اله الا الله مع عبد مع ما يحمم ونادوا كان كي مصطفى الساكسوفون مصطفى لاباندي قصري لا لا قصري بعد لا مصطفى الغريفتي الغريفتي الله يرحمه والله العظيم دار وحده لي جنازه وعرس وسابع وحنا بقاعه وحده الدار ديال الحمدي فين الحمدي واحد التدخل سيط من المستملحات اللي وقعت لي انا مع السي حسن حميمد نعم. انا كنا في الفرقه ديال الفرقه مع الموسيقيين ولكن اللي كنا كنخدموا حفلات مع الاخ ديالي خليل نعم محمد كان غريفتيش شي شعايب العازفين وحنا كنديروا واحد الصميته ملي كنبداو كنديروا الصميته وهذيك الصميته كان حسن حميمد كان عنده فيها سولو بالعود انا ديك الساعه ديك الساعه اللي عاد بديت معاهم كندير الايقاع الدربوقه وصلت اخي اي عادي فبدينا كنضربو تي 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 وشوف هذه زعما ماشي درت عمدا انا كنقول لحد الان دابا راه عندي 58 عام ماشي درت عمدا ولكن جات وحده هو كيتحملو درت عمدا حنا كنديرو معاه هو جا يدخل في الصولو ديالو مع ديتو انا كنضرب له اللوالب طحت له مساويه كلها يا لطيف هو هو كيجي كي دابا كيضرب كيجي باللوالب كلشي طاح وعاد خالي كيضحك وخالي كيضحك صعيبه صعيبه هو كيدير هو كيهدف كامل هكا وخا كيضحك دابا كيجيب لي كيضحك اللوالب كيفاش الخالي اصبحي انا هنضرب خاك واحد ذكريات واحد ذكريات دوزناها زعما الصراحه هي هذه كاينه قاع عديل انا كنستعين هنايا انا كنضحك انا كنضحك وكيدير فيا كامل لي بعدوري كانوا جاوا عندي الدراري باش نتصور معاهم وندير معاهم كذا ولاد بلاد تاهما مهاجرين نعم قسما بالله العظيم الجباري راه كيعرفوك تعرفو تي وتعرفو عادي من هو كيعرفك هذا السيد قسما بالله ما بغيتش عيا معايا عيا معايا ندير نعم. كذا ونخليك عفر الريبيرتوار بلا ما نشرك نخبي عاد راه دابا تموت دابا كنقول نعم. خلي من بعد الله العظيم من واحد لحظة جاتني أنا في بالي كنا خدامين في واحد في الدار ديال محمد العربي وكيل الدولة في طنجة في مرشال تعقل وكانوا غير الشخصيات الكبيرة انت هذا اعتراف أنا شفته بعيني يعني وحسن دار شبر العود وبدا كيعزف واحد قالوا جمبر هو يعزف هو هذيك السيد جا عملها قدام حسن بقى عملها قال له مكمل قال له انا قلبت في المصطلحات كلها ما جبرتش شي مصطلح اللي عايد اسمك
أوتي جمبر يا جمبر يا أخي جمبر. وهم كنت وزنا واحد لحظات ذكرية جميلة مع الاتحاد المسرحية دي، كنت يعني باقى في باقى عندنا في الراس. زيد كمل الاتحاد الثاني يعني على الذكريات ديالك مع السي احمد، مع السي دريش الرادي، مع الفرقه دوانا الذكريات. ولا بغيتي تقرز راه بزاف ما تخرج. عجبك نعم. معي صاحبي حسن حمداني، حيت كانوا عند بعض قبل اللي موسيقيين ولا يلعبوا كره ديما مع بعضياتهم. مشينا ما كانش فارقش معايا، مشينا نادر قنيطرة الميدية، عندنا شي حفله في قنيطرة، مشينا للبحر عن عمو عمل لي مالك، قال لي شوف 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 على خيتي المرا دير هذا لحية، قال لي شو انا مرا بلاية دير اللسان. سيدي حسن، سيدي حسن واحد في راسي. مشينا سيدي قاسم نحيي واحد السهرة نعم. مع دريش الشرادي، وقال نعم. لك راه انتم في تخدم جو مورانا الكار، نمشيو نخدموا واحد السهرة تما كبيرة وكذا شي، وراه عاد عشيوكم عاد تعشاو وعاد ديروا وعاد تفعلوا كذا. ومشينا راك تعرف جوخت معهم الشيخ كله بالكورال بالسمفونيات، فمشي بيمشينا وحنا مسكاكين كنموتوا بالجوع باش عشيونا وكديوش ديال التون. الله عجيب العيون وديك المديانين اللي كان فوري في المعهد كراسي كبير عبد الواحد سعد سلام مدياني. بعد المدياني اللي كاين دابا ايوا مشينا عطاونا 150 فرنك كي اجينا كي نزلنا مشينا الاوتيل داك نجني هنايا الوزاره 150 هو مشى لنا غدا مشى شرا الكارو كامل عام قوي يومين ولا ثلاث ايام جبت واش 150 فرنك كامل الكارو الكارو كيدير 150 درهم ونص مالبورو وما جيب الكارو. الله 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 ولد بواحد لقى شنو جبتي؟ الاخر جاب الساك، الاخر جاب الزربيه، الاخر جاب الصلايه، الاخر جاب الخوات من النقره، هو اللي جاب هذيك الاخر جاب على الكارو سير بوك و 150 تاع الكارو 150 درهم ونص باكي مالبورو اي نوع الكارو جاب الريجي طابا تما كون في العيون صاحبي. اي قلت لك جاب الريجي طابا كلها جاب طابا. سي حسن نعم المصري كيفاش الحياه ديال سي حسن اليوميه؟ واش باقي يعني ويعني قلنا واش باقي عندك علاقه بالفن؟ لان انت يعني تنسر يعني سمعت اغاني ديالك اديتيهم ديال مرسي الخليفه، اديتي ديال فيروز، اديتي يعني قطع مزيونين. انا باقي عاقل في المعهد في نادي الموظفين كنت درتي قطع مزيونين طربيات. قلنا الحياه ديالك السي حسن مع الفن يعني مع يعني اكيد الحياه ديالك اليوميه في دارك ما يعني ما انقطعتش على الفن، يعني باقي عندك علاقه، وخصوصا الصديق اللي كان نقول انا الصديق الوفي هو العود. قلنا السي حسن الحياه ديالك اليوميه كيفاش كدوزها مع دابا؟ ملي كنوض عادي كنوض في الصباح مزيان وعايش بوحدي، دابا عايش بوحدي الدار. نعم الدار في الانجليز طوخت في الانجليز. نعم انا عايش بوحدي هنايا انا شرع من الله انا قلت انت عندي شي نقط لا تعقل من المصريه ولدي علاش نعم السي حسن قلنا سي حسن الحياه ديالك العلاقه ديالك بالفن باش يوقينا اول وري لك كيفاش جالس مرايتي شوف سي 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 ما شاء الله غزال نعم راه شوف الطيور راه باقي ما دخلش من السوق. عينيك عينيك مئر بالعميق
فيه صلاة يزعل نحو سنتي نحو سنتي شفتيك محروم هديب قلنا السي حسن الحياة ديالك اليومية مع الفن كيفاش كدوزها؟ كنصوت مع الإخوان كنجلس مع الدراري هادو شي مرات العتيقي ولا شنو مع هواة الموسيقى الأندلسية بالعرائش هادو كدوزها السي عبد الرزاق والسي عادل نعم عادل وهذا دابا عرضوني قال لك عنده شي حفلة يديروا الحفلة الأدبية أنا قلت له عملت لهم السي عادل إن شاء الله عادل قالوا لي عرضوني كنمشي معاهم كنمشي معاهم حتى فرا معاهم واحد سيدي عبد الواحد سيدي الله عمره سلام كندوز معاهم والجلابه الحفله يعني باقي العلاقه ديالك مع الفن كتستمع للطربيات كتدندن مزيان اين مشيتي مع الفن واحد قتل المقام ديالي عندك السي حسن شي اعمال ملحنه يعني ان شاء الله تتوجد في المستقبل تعطيهم عندي. قلنا خبرنا شنو عندك في المزيودة أنا لن أعود الله ما شاء الله على الرصد زيونا على الرصد زيونا عندي قطعة الرصد كتلقون ميلودي كتدخل ميلودي ما كتبقاش نعم عندي أنا الوليد أمه وارح الموت حبيبي أمه وذاكرة التاريخ تفقدني وتخطى في أوراقها قرار صفاري أمه مهم عن هذه نعم كلمة السي حسن كلمة وش انت اللي كديرهم ولا لا تقبلني لديك عب لندن كتبت ما شيتها شعرية لا عمودية لك كتبتها في سهلة عدبتها أما هذوك الناس خرين أنا كعجبني أني تقبلني لأن أنا غنولو لاسيانين فعلا غنولو المدير فن بصح فيروس كلثوم عبد الوهاب غنولو هذا الوصوب ولا أي واحد غنولو داك نزار القباني وين الكلام ديالو إلا بغيتي الحب وبغيتي داك صافي هو خاصكم كل بنادم بالمستوى اللي غاتسجل على داك السيد هذاك غاتكتب له غاتقبط له الكلمات ديالو نعم. ماشي أجي وعمل أنا ما نقدرش ندير شي حاجة نقول أنا باش نولي راسي بتصويرة ولا مسجل أنا غني نعم. تنافيها ولا الكلام هذا النوع خلي يكون قد حسن كيفاش كتشوف الفن اليوم واش يعني هبط المستوى ولا لا المستوى زاد حق إلكتروني نعم ما زادش في إلكترونيك أنا عندي نجيب الأورغانو نجيب هذا ونجيب هذي وكتبها ثلاثة الناس وقولها أنا عملت الفن كما جاو والنايمة عاد شي واحد ما يقول لي لا دربوكا ماشي هي الباتري غادي يكون باتري طار كذلك نعم طار حاجة عندها بلاصتها ولا تق 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 راه الطار كاين العالم ديال الضرورة كاين عاد الخابشة تق تق إلا بغيتي رجلك يلعب بك يقع منك أكثر من الطار الطار هو الطار صحيح والله العظيم فليت أوريونتال ماشي هي فليت ديال كذا الناي العربي الناي عربي ماشي هو الناي غربي فعلا نعم انت قلتيها السي حسن اليوم الالكترونيك يعني كتجبر اورغانيست كيقول لك انا ندير لك يعني الالات كاملين وهذا هو اللي اليوم هرس لي زوركست كتجبر قولوا لي انا عمل لك انت ونعمل لك اللي بغيتي ونعمل لك ساتيزون ووزع بريفت نعمل بوحديتي ومنديرش مع هذوك واسمح لي وزيدون زيدون انا بحال اللي صدق انا باغي نبيع عندي شي حاجه كنعطيها وغنيها انسان اخر نعم
نستوعب نزيد القدام. وتسي حسن انت موسيقي، انت موسيقي والى جانب الموسيقي يعني انت فنان تشكيلي، يعني كتصم تبارك الله عليك، انا شفت لوحه ديالك يعني انت كتعبر في الفن وكتعبر في الميدان ميدان الرقص. هذيك ما عارفينش كتاكل البحر، وهذاك اللي عملتيه عاوتاني ويكويك، راه كيشوفوا بنات مرخصك، راه كاين الناس اللي قرات حياتها في الفن، خصك تحط شي حاجه، ما خصكش اجي ووسخ ولا انا فنان، واش فهمتيني ولا لا؟ اي طبعا من انا ماشي كنقول فنان، انا عاك محاولات بيت، وشحال بيت شحال صيفط على برا، ما كاينش شي دوله اللي ما عطيتها شي، وشي دوله اللي عطيتها باطل قسما بالله، حتى الميريكا باطل والله ما لقيت الدراهم هنايا، عطيت المغرب كنعطي عندي أربعة ولا خمسة اللي عندي شحال هادي، وعندي هاد العام هذا، وعندي عندي الصباغ عندي باقي ما رسمتش عندي. يعني كمتنفس ديالك يا يومي انك كتعبر بالريشة يعني. الله يرحمك، وحشي ما يمكن أن طبيب بسيكياتر، ما أنا تقول لي سيران بسيكياتر بشي حل لك ولا راه دور بدم لادم راه كيتقلب رجلو كيولي فوق، راه المدة سنين وفين مشى وشنو دار وشنو كلا ومع من تلاقى ومع هذيك، راه كتقلب الانسان. هو كندير انا واحد المره عملت هذا مشيت نتسقي قدام ولاد بحال هكا واش كذا، قال لي اش كدير؟ قلت له كندير كنت كندير هذاك قلبي بغيت تعطي الدم الباسيو كاينه قدام بلديه اللي اجي عطي. نعم اش كدير؟ قال لي لا ما يمكنش. قلت له لا وانا ما جريت ما والو. قال لي لا شنو كدير؟ ما كلش شي شحال شي شهر ما قسم هذا. قلت له كندير موسيقى. قال لي وادي الموسيقى اقسم بالله هذا رمضان اللي داز انا ديجا صايمين وما دايرين ديك بحال شاريتي بحال صدقه الناس كيجي تيسطي الدم ديالو ويعبر السكر ويعبر باطل طبيب ومع البيرو قدام سيني ديالي. قلت واحد من الدريمات قلت انا وبغيت نشوف. قلت انا شوفني. قال لي شنو كدير؟ قلت كندير كندير الموسيقى. قال لي السين ديالك عندك السيدة ويدا ويدا. قال لي عندك ما تساقش. قال لي كدير الموسيقى ما بينش انا كندير معد هو دكتور. قال لي انا كندير معد وفينش انا ما كتكلش حق الله شاهد هذا راك مين كياكل كويلش فضحتي صافي معك السي حسن. شكون اللي معك في الدار؟ ما قلتيناش شكون اللي معك. معايا اقمي ومعايا عبد الرزاق. ياه ونهار كبير هذا، دورنا نشوفوهم بعدا ونرحبوا بهم. دور ما خلينا ما تدورش. السلام عليكم. تبارك الله سيدي اقمي. سي محمد تبارك الله عليك. صح لاباس. تبارك الله عليك. سي أكميم شي شهادة في حق السي حسن حميم الله يجازيك بخير، وأنت يعني عاهدتيه وعاشرته يعني مدة سنوات. حسن رفيق ديال صديق الطفولة، كنعرفو تقريبا من 68 لأن كنت كنقرا مدرسة بلدية هي الشيخ الإدريسي في جنوب حسينة، وهبطني حبيبي الأستاذ البغياق الله يرحمه، هبطني باش يتفاهم معايا تما بالهراوة وكل شيء باش نقرا. وصبغ السي حسن تما ومن ديك الوقت من 68 من عام 68 تقريبا راه علينا 50 عام هادي ولا والفلوس كانت معرفين مع بعضيتنا، قرينا يعني الرابع والخامس كانت وطلعنا الاعدادي وقرينا او عاوتاني تفرع مثلا تكون مهني مثلا الموسيقى، وانسان طيب وولد الناس بكل صراحه، الانسان اللي كتجلس معاه كتحس بواحد الحنين، كتحس بواحد الدفء، وكتحس بواحد يعني النبل الصداقه ديالو. سلمى عادي مسكين ما فهمتي، والله يرحم الوالدين ديالو مسكين، بواه كان توفى وقال له صغير خلوهم صغار، والوالده ديالو عاوتاني مسكين على اسباب الزات بحالو لندن، من لندن جاب نسيتو في الوالده ديالو بقى هنايا. المهم هو فنان بارع زياده على الفن الموسيقي، هو رسام عنده ألواح هنايا، جيب واحد اللوحة واحد اللوحة تشوفوا هاي هنايا، عنده لوحة كنت كنزين عنده كيرسم وكيضرب على الكلارينيت تبارك الله عليه، لهذا عن الشجاعة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
أنت تبارك الله عجيب جميل كيفاش عامل ما شاء الله هلا وحبيب نعم 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 ما شاء الله ها واحده اخرى عاوتاني عنده الفن التجريدي هو كيعمل نعم. الفن التجريدي نعم نعم جميل جميل نعم ما شاء الله معنا شي تزيدو سي انسان وجي صادق مدخم وجي هذاك ياكل الخبز الاهلي عجيب نعم الواحد تجريدية نعم. فنية نعم باقي لوحة هذه الثالثة أربعة الأخيرة شوفوها نعم جميل جميل جدا من قديم يعني هو فنان يعني فنان تشكيلي يعني كي تشكيلي أبر الموسيقى يعني كي يعني فنان يعني كيحب الرسم بزاف يعني كيعبر على حسب الإحساسات ديالو اللي عنده داخل كيعبرها بالرسم بالحلم نعم هو سي عادل نعم نعم تفضل نعم نعم كمل سي محمد تفضل هو ذكرني بواحد المفتش معنا في التعليم راقبه التقاعد النسبي ديالو سي محمد ولاد الصغير هو في العرائش هو ابن الجبهه ولكن عاوتاني عاش شويه في القصر كبير وقرا تما بواه بحكم الخدمه ديال بواه كان مرحوم كان في المياه والغابات المهم هو مجوز بالجباري اخت الجباري يوسف نعم طيب انسان فنان الموسيقى لما كامل شيء رسم الشعر القصه وكتب واحد وعمل واحد مجموعه قصصيه راه عبد غيه دابا كتعرض العاشق والقدر المهم يعني فكرني في يعني متعدد الجوانب الا الموسيقى كذلك بالنسبه لحسن محمد الرسم والادب شويه هو كيكتب ماشي ما كيكتبش خصو يكتب الاخر كيكتب الكوز كيكتب القصص حسن كيكتب المسائل ديال نعم شهاده يعني شهاده حق من استاذ والرجل غيور على المدينه في حق مسجد اكميم انا ماذا بيا السي عبد الرزاق ابلاش وهو يعني من الشباب والطالعة حتى هو ماذا بينا بأنه ضيف اليوم عند سيدي في دار السي حسن أنتم بطعمي يا أهل العرائش وذكركم في الطبيعي فكيف عن كيف أنساكم أنتم في قلبي وذكركم في فمي فكيف أسلو عن كيف أنساكم يا قلنا شي كلمه في حق السي حسن و السي حسن حميمه تفضل السي عبد الرزاق مساء الخير السلام عليكم بعدا تحياتي بزاره صراحه السي حسن يعني الله عندي ما يعني الله معرفه ماشي مطولتش معاه ولكن انسان دغري انسان طيب قلبه كبير ديك النوع العريسيين اللي عندهم الغيره على المدينه اللي خصهم تشوفوا المدينه ديالهم كتزيد القدام وواحد الانسان بنفسه فهمتيني يعني ضرب الاحتكاك ديالي اللي لاحظت فيه والمشاركه ديالك معنا انسان يستحق وتبارك الله عليه وكنتمنى له مسيره موفقه ان شاء الله بحول وقوته وانا سيدي عبد الرزاق عاود اناجيك واطلب منك يعني كفنان واعد وشاب في مدينه العرائش انك يعني تحرك شويه العجله انها بحال هاد الفنانين تكون ديما تحطهم في يعني في الصفوف الاولى اقسم بالله اخي غير الا كنعملوا نعم. فوق الجهد ديالنا ولكن كتلقى بلا ما نقول لك نعم عراقيل انا عارف نعم نعم دابا
دابا في افتتاح المركب الثقافي عده جمعيات وجايب من اسواق من الاقصى والاريسيه بزاف ديال الجمعيات والاسواق كانوا كيخليو فيه ما كايناش ما عطاهمش اهتمام يعني ما عطاهمش اهتمام هذا يعني هذا خصنا عاد ان شاء الله نديروا حلقه على الصراحه فعلا يعني باقي كنشوفوا المحسوبيه في كل ميدان في كل بلاصه المحسوبيه بزاف صراحه كنتمنى الله هذا المجتمع هذا يبدل الفكره ديالو وتزيد المدينه القدام هادشي وباقي ان شاء الله الاعمال كنقول ما حد المركب يتفتح عيطينا بزاف ديال الحاجات القدر نعملو حنا اللي كنلاحظوا على ان مدينه العرائش يعني في هذا المجال هذا يعني دائما انها كتطيح من المستوى ديال الفنانين ديالها وكترجعهم دائما في الصف الاخير امام مدن اخرى بخلاف مدينه القصر الكبير يعني كنشوفوهم دائما كيحتفلوا بالفنان كيكرموه فهمتي اي شوف مؤخرا انا شفت مؤخرا الغزالي مطرب يعني كان عنده اوركسترا ديالو كنعرفو انا خدمت معاه راه هو ممول حفلات دابا في طنجه استدعوه من طنجه هو السيد بقى ساكن في العرائش في القصر الكبير كاع مره سنين وتوقف على الميدان الفني يعني ولا عاد تيدير التموين ديال الحفلات واستدعوه وداروا له واحد التكريم وما تصورش انا حضرت له السي احمد كنت حاضر ديك الليله انا فالقصر الكبير من القصر الكبير كيعتنيوا بالفنانين ديالهم كيحتفلوا بجميع في المجال ونزي انا السي احمد ناهيك انهم كرموا الاحياء والاموات لان كان اول مهرجان ديال الموسيقى الاندلسيه في دورته الاولى فوقع يعني تأبين الأستاذ المرحوم السي البشير الروسي الهادي الله يرحمه يعني انطلاقا من هاد الأرضية كتشوف بأن أولاد البلاد كيهتموا بولاد بلادهم كيتفاهموا دابا السي أحمد بالله عليك شكون كيعرف حسن حميم من هاد الجيل دابا اللي ما جا شنقول لك أنا نعرفوا حنا هي اللي عشنا معاها ما هذا ديال هذا ماشي عار هذا ماشي تفريط في حق هاد الناس هادو مساكن لا المندوبيه ديال الثقافه خصها تعتني بهاد الناس هادو تقلب عليهم سول فهمتي لان هادو من القدماء من الولا فهمتي سول نعم. عليهم وتجي وتعطيهم واحد مثلا تعطيهم حصص فهمتي شي يعني يكونوا دراري يجي اللي طالع اليوم في المجال الفني الاندلسي ولا العازف ولا فهمتي نعم. وتدير له دلهم واحد المجال متنفس ليهم لهم بوحديتهم فهمتي حنايا وكنعرفوا انت كتشوف السي احمد في الدول الاوروبيه المتقدمه يعني نعم. الفنانين اللي تقاعدوا واللي دوزوا واحد لا كارير في الفن ديالهم كيبقاو دائما مكرمين في كل يعني بين يعني فترات وبين حين واخر كتجبرهم يعني في الصفوف الاولى في نعم. يعني في المهرجانات في وعباد نعم. الله صاحبي مدينه يعني ماذا بينا حنا درنا واحد المركب الثقافي اللي سوى الملايير فما على يعني هل 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 يعقل ان يعني ودابا قيس على خي حسن حميمان قيس عليه فنانين كبار اللي درنا معهم السي جواب بحال السي يوسف الرحالي بحال السي عبد السلام الهيوي اصحابي راه هاد الناس راه هما يعني اللبنه الاولى او يعني الجيل الثاني بعد الجيل يعني اللي داز ديال الاساتذه ديالنا حنايا لا تذكر السي عادل السهرات اللي كنا درنا حنايا في كاتالونيا فهمتيشي طالاموس نعم. كان عندهم هما لوديتوريو او لا نقولوا حنا مركب ثقافي فهمتيشي كنت انا كنمشي لتما بيدي ونشوف يعني البلانين استعمال الزمن ديالهم ونختار النهار اللي بغيت ندير فيه حفله فهمتي ونسجل سميتي بيدي يعني نعم. فتح لك المجال بطل ما تخلص نعم. حتى فرانك وكنا كنديروا حفلات الجاليه المغربيه وكذا دابا هذا المركب الثقافي اللي داروه هما في العرايش مش غيصلح غيصلح الناس ديال القصر غيصلح الناس اللي عجبوهم من على برا باش يديروا الزهره هو لا هو السي احمد هو احنا باش ما ندخلوش في الاقليميه هو اي واحد مرحبا به من جميع انحاء المغرب اخوانا راه عندنا حنا اصدقاء ديالنا في القصر عندنا في القنيطره عندنا في الرباط مرحبا بالجميع
ولكن اهتموا بالطاقات ديال المدينه صافي. راه دابا السي حسن ميمن كيعرفوا السي حماد وعادل وعبد الرزاق، يعني انا اكيد ان تمشي في الوسط الفني اليوم في مدينه العرائش يقول لك شكون حسن، مع انه هرم استاذ مقتدر داز خلى بصمه ديالو. سيرو اسمع لي سعدي، دابا تيمشي كيسيرو وكيصور لك الدرب والدرهم الدار كدا وعملها هذا، هما اللي ولاو كدا. الا جا شي واحد هما اللي كيستقبلوهم ولاو هما اللي ما عندهم ستيلوس. انا عندي ستيلوس بحال بحال ديك جيمس بوند كيسجل ستيلو كيسجل، اقسم بالله بالقلم انا ما كنعرفش بالقلم وانا كنكتبو والله العظيم ما دايروا هادو كامل لك ستيلو يهضر يقول لك انا هو انا هو اللي كنعرف هادي الحومه كان فيها نصراني فلاني وهادي كانت كوفوتوريا اودي وهذا تشالنج ابتدائي عندي ولادي يتعلموا يرسموا الورده من بلاصه. نعم نعم الناس ماشي مقتدر ماشي كيحطوا في كل واحد بلاصته. الله يفسح عليك. ثقافي سا سبيسياليتي كل نعم. واحد كيحط بلاصته. نعم هذه صلاح بوه راه بوه علاش هذا راه صاحبي راه عنده قلدات باينه عليه نعملوا له التراقي صافي هذا كارد كور يكون. سي حسن شنو يعني النصيحة ديالك لهاد الشباب اليوم اللي بغاو يتعلموا الفن؟ يعني شنو النصيحة مع أن اليوم موجود معك في المنزل ديالك المبارك مثلا شاب واعد منشد السي عبد الرزاق أبلاش، يعني شنو النصيحة اللي كتعطي الشباب اليوم؟ أن النصيحة يدرس شوية. نعم يدرس شوية من نقطة شوية. نعم إني إلا ما كان واحد السي يعني كتقصد يدخل لا 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 يتكون علميا يتكون علميا. انا الايام مثلا كنت كنسمع التلفازه وشي واحد كيلحن الافلام وكيخرج افلام مغربي قال شي ما قال له ما انا كنعمل الموسيقى واش عاقل لكم دابا حنا قلنا ميجي اولا ثلاثه في الاستوديو قال له كصبر شحال من كلمه كنجيب كصبر ديك جوج ثلاثه هما اللي كيعطيوني ديك النغمه ديالي ديال ديك ديك اللحن اللي عندي. نعم نعم هو قارين ولكن ما يخرجك شي ديك هو قرا راه عندي ديبلوم وانا عندي شهاده قديمه. ودابا السي حسن انت عاود عشرتي موسيقيا كبار وصحاح يعني الثقل مع احتراماتي راه في دار الحق السي ادريس الشرادي. هذاك والله هذاك السي ادريس سي ادريس ملي كتكون واقيلا انت راه عارف هادشي اكثر مني. سي ادريس ملي كتعزف شي قطعه وكتقنا كيبقى يبكي الدموع ديالو كيهودو. ولا عايش يقول لك قال ولدو هشام وعتصل ان شاء الله تلاقى مع هشام ويقول له حسن وكيقول له عمل لعب كيدير بيانو كيطير بيانو وهو اللي هو اللي دون الاندلسي مع وزاره الثقافه. نعم فعلا بغى يدون ملحن كدا كومبوزي بحال هكذا المهم كيقول له عمل انا باش تكون فنان عملت الشرقي لانه واخا يخرج كما كان عنده ما يخرج موسيقى 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 شرقي تي العود يعطيك اللي بغيتي دابا العود يلحن البيانو الجيتار بلا بطاريتي. نعم اللي بغيتي بغض النظر لا جيتار ما تعطيكش شي الشرقي يعني الربوعه لا هو حقل جيتارات اللحن ديال دو ميتون ديال دو ميتون فعلا. نعم اخي حسن نعم فهمتيني الله يحفظك من ناحية ديال كيقولوا له نحن سعدي انا عندي شي تدخل باش نمشي بحالي انا وعبد الرزاق انا نتدخل وانا الكلمه الاخيره لعبد الرزاق خليكم مع حسن بسمسي وغدا نسجلوا ان شاء الله مرحبا عادل بالنسبه هذا المركب الثقافي هو واحد نقله نوعيه بالنسبه للفن في العرايس والمسرح وكل شيء واحد اضافه جميله لا ولكن اغتزالي انا اغتزالي خصها شي مدير تما شي يعني الاطر اللي يكونوا يسهروا عليه يكون في المستوى وما يخليوش يكون من الهب هذا يدخل المسرح تكون المسرح ولا تكون شي ندوه كبيره مسرح باقي يعملوا ندوات في اخرين في جهات اخرى هذا انا قلت هذا الايامات قلتها في واحد التدوينه ديالي قلت لهم عمركم فهمتي تفسيمو في القصر ماشي تم القصر هو من الجباله ديال ما حنا كنقولوا فيه هو مغربي جبالات ديال الشاوي بن حسن ولا بن نسيم بن حسن بن المهم الخماس من الخماس كنعرفوا الصديق ديالي المهم انسان كيخدم شنو كيدير
كيستدعي في سياسة يعني الطبقة المثقفة القصر اللي في الخايز وخيزي ولا ميجيسي المثقفين الدكاترة الجامعيين الفنانين كيستدعيهم حنا بلا ما كيعملوش ديك السي حنا انا قلت لهم انا قلت للمؤمن البارح في الأولمبيكا قلت له خير قال لي والله خير ما كنعرفش هاد الشيء هذا هما ديك الثقافة قلت له لا انت رئيس تالي تستدعيهم استدعي الفنانة قلت له اللي في الخارج واللي في هذيك استدعي ليزا مرحبا اللي ما جاش مرحبا عندنا دكاترة صاحبي عندنا فنانين عالميين صاحبي عندنا السي عادلة هو معروف في أوروبا ولا عندنا مراد واخا نقولوا واخا عندنا بزاف عندنا في الكرة عندنا دكاترة عندنا فريد الفاسي عالمة فيزيائية صاحبي عندنا صحفيين عبد الله البقالي راه هو من هو الناقد ديال الصحفيين المغاربة عندنا رياضيين الكرة السلة هي عندنا ابن ممتاز هذا كتعرف الكرة الطائرة وما طلعوا هما تو بطولة المغرب وي راه عباد الله استدعيوهم ليجا هو ما 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 يعني ما تقتلوا حتى شي واحد جيبوا ليجا مرحبا به ولا ماشي حتى ولا كان الوزير ولا شي شخصية كتشوف ديك الناس وازينة ديك كي حتى هو كيعتبر كيقول لها مدينة مدينة عندها مولينا عندها مولينا عندها مولينا صاحبي كل شيء والله حتى كثر يعني عاود ندير شي حساب تما سي عادل نعم ان شاء الله ضروري ان شاء الله ان شاء الله مره اخرى وهذو كان اسمحوا لي انا غنسحب ونخليكم مع حسن مع عبد الرحمن محمد سعيده هاك عادل تحياتي اخي الله ينورك شوفوا ان شاء الله نشوفكم عن قريب باذن الله خلينا نشوفكم الله يحفظك عبد الوليد الله كبير هذا لكم جلسنا مع الله الله يجزيك بخير يا سعد الرزاق السلام عليكم سعيده تحياتي شكرا سي عبد الرزاق سي محمد واخا اخي احمد شد الباب معك واخا ها هو ماشي بحاله يلا سي حسن السلام عليكم كان عايجي بالحبار كيصلي ويصلي واقدي كاتي بالحبار المهم صافي انا هو مشى بحاله قلت لك اخايا ما كيعملوش الحاجه ديال كل مولاس كل واحد بلاصه في المقال اللي فات واحد بلاصه ما كاينش فهمتي كيجيب شي واحد ولا عنده ثانوي ولا كذا 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 عمل هذاك صور مع هذاك اللي جا من تطوان المرباط خصو عاد يصور معاه هذه اللي كاين صورت معاه قلابة جا انا صورت معاه ولا حتى واحد السيكتور كيعملوا له هكا كيخوي ماشي بقوا هما اللي واه فهمتي سي عاد انت بمدينه انا ديك القهوه ديال قبل حاج الطوط ديما والله ما مشيت عليه شحال ولا تمشي تمشي الحاج مسكين ما بقاش يجلس في القهوة قليل ماشي يجلس دار ديك حتى الحانوت والله حتى ديك القهوة البانيشية والله شحال ما جلست فيها حتى معايا ونجيب لها اثنين ما نعم اخي لا لا احنا اللي كنعرفوك سي حسن يعني فنان خجول علاش ما تعطيش ماشي من ديك النوع اللي ماشي من ديك النوع اللي كيبغيو يقولوا يبينوا راسهم لا 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 اعطي المهمه ديالك وماشي من ديك النوع اللي كيمدوا يدهم لا والو لا والو انت اللي عندك كافيك والحمد لله واللي يقلب عليك هو هذاك ما قلبش عليك يعني انت غني عنه لا وحيت حنايا عندنا كلشانا ربي عطينا واحد كلش الا فتحتيها تشوف شنو فيها راه تكره الانسان وتكره راسك حنا القناعه ما بقاتش نعم. وصلتنا هذه المرحله وهذا اختي وصلت لنا نجول لاخو باش نبان انا وباش نتصور انا كنجري مع هذا وما ما بقاتش انا لا ما عرفتش الدعايات عاد نبان قال عاد يشوف الكاميرا قال عاد شي ديال العواب الصغارين الا عندك كومبيتون واعطي الخدمه ديالو نعم اخي الخدمه ديالك تكون اللي عنده عنده بحال كيقول لك اللي عنده عنده اللي عندك راه مقبول صافي نعم نطيحة هذا يمكن تلير مع شي واحد باش يوصلني ولا نعم والله يخليك وليداتك امين اود السي حسن قلنا حي ضروري درنا شي قطيعات تسجلهم وتعطيهم ان شاء الله يا استاذ اخي باش نسمعوهم حنايا ونسمعوهم ضروري ان شاء الله حتى السنه راه غتدوزهم ان شاء الله في البرنامج السي حسن الله يحفظك ونهار كبير سمعنا صوتك
الله يرحم الوالدين. طيب دمتم في حفظ الله. احنا ولاد عريس وحنا ان شاء الله مني غادي تتاح الفرصه ونهودوا البلاد، رانا غنجي ندير عندك زياره خاصه انا والسي احمد. هذا إن شاء الله. اكيد اكيد اخي حسن غادي نجي نزوروك ان شاء الله. الله يحفظكم وكنهدي لك الديسك ديالي كنهديهم لك. يلاه ان شاء الله. الله يكبر. نجي ان شاء الله والله تنسمعوهم ونغنأديوهم وعدل الامور ديالك. نأديوهم سيدي حسن الله يكبر لك. يلا تحياتي. العزاء ربي راه شايف. الله يحفظك. تبارك الله عليك يا حسن. اهلا وسهلا. وتهلا الله براسك اخي مصباحي. شكرا اخي حسن، هذا نهار كبير هذا اللي سمعنا الصوت ديالك وتلاقينا بك اخي حسن. يلا بسم الله. Thank you.